خديم الشيف روزي طاب الحلويات. اليوم جبت لكم فطيره كنقولوا حنايا مبرجه بالغرس، يعني مضاريه انا نديرها، وهذه تقليديه كاين يديروها في المواسم ديال الفصل بيعوا كما حنايا هكا كما الغرب نبغوا ناكلوها مع القهوه. عندي هنا زوج عبار تاع سميد يكون رطب كما كتشوفي، زوج عبار. راح ندير مغرف تاع خميره صغيره كما كتشوفي تكون ممسوحه، هاي هنا يعني العبار اللي تبغي ديري. انا كيما انا درت الغرفيه وانت ياكل العبار وكيفاه. راح ندير مغرف تاع سكر كما كتشوفي، مغرف صغيره بركة. وراح ندير الملح، كل غرفيه ديري لها نص مغرف، معناها بلي نديرو مغرف كامله تاع مغرف صغيره تاع ملح كما كتشوفي كيما هاكا، مغرف صغيره تاع ملح. راح ندير نخلط هادو، وراح نزيد معاهم مغرف صغيره، نص مغرف صغيره تاع خميره تاع الحلويات. هاد الخميره ونشوف دورها، انا جربتها دير الفطيره تاعنا ما تجيناش كلي طريه، تحسي فيها قرمشه كي نستعملوها، تحسوا فيها هذيك القرمشه هي من الخميره ديرها كيما هكا. راح نجيب الزيت، راح نعبر ندير كيما كتشوفي ربع تاع الغرفيه، كي ديري زوج غرفات ديري ربع تاع الغرفيه تاع الزيت كيما كتشوفي كيما هكا. راح نفرغه. كانوا مواتنا هي الفطيره هذه ولا البرجه ما يديرولهاش ما يديروش بالعبر، يعني عينهم هي ميزانهم. بصح دروك من السميد تغير، ويعني مش عارفه كيف ما ولاش فيه العلك ولا فيه العلك ولا ما فهمناش هذا علاه ولات الناس تمشي بالعبر. كانوا مواتنا يوضوا الصباح بكري يديروها كما كتشوفي. نخلط هذه المقادير تاعي، نتمنى الصوره تكون واضحه معاك، ونديرها هكا كي نشوفها بدات تلايمت نعرف بلي صايل هذا هو العبر نتاعي. كما تعرفيش كي تبسيها مليح ديري غير كيما هكا، شوفي كي تشوفي تشكلت الكره عرفي صايل، ما تزيديش الزيت. راح ندير مغرف صغيره تاع الزبده تكون معمره كما تشوفي كيما هكا، هذيك الزبده تعطيها طراوه، يعني من الفوق تجيك مقرمشه ومن الداخل تجيك طريه كما كتشوفي كيما هكا. يعني والناس تتعلم، يعني سورتو للمبتدئات هادو يتعلموا، كاين بالك كاين الطفله كي تتزوج يطيح في ناس يبغوا ياكلوا هاد الحوايج، يعني هاد الخبزات يبغوا ياكلوا المخبوزات هادو يبغوا ياكلوهم، يعني ما تقدرش تقول لهم بلي ما نعرفش. شفتو ضربه الدنيا راهي غير تسبب، يشوفوا الطفله ما تعرفش حاجه ولا هي يقفضوها كما كتشوفي. راح نبسس هنا كاع ونعاود نرجع. هاكا بسستها كاع، راح نجيب الماء، يعني نفس العبر تاع السميد جيبيه ماء كما كتشوفي، ودي ديري بالتدريج، يعني ما تدخليش عليها ما ديريكت، قادرة العجينة تاعك تنطلق كيما هاكا، وديريها هاكا غير بالسياسة هاكا كيما كتشوفي. وعلى المبتدئات لازم كي يخلطوا حاجة كيما هاكا يخلطوها في ريسيبيون شويه كيما هاكا. أنا عندي القصاب صبيت نوري للمبتدئات باش لاباط تاعهم متهربش، سيغتو كي تقعد تلم فيها كيما هاكا الفطيرة، يعني عندها مشكلة خصوصا مع المبتدئات ما تلمش ليها. هاي كيما هاكا ديريها في ريسيبيون شويه ضيق كيما هاكا هاك. والماء كيما قلت لك ما تدخليش عليه ديريكت، خاطش كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش هذا علاه. ها شوفي انا ها شوفي درت العبر وما خرجليش باسكو علاه السميد هذا ما يشربش. راح نفرغها هنايا، يعني فرغيها في الطابله ولا البوطاجي ولا الحاجه اللي البسيط تقدري تخدمي فيها. نوخر هذا الماء باسكو صاري من ما يسحقاش،
وغادي ديري لها هاك قطعيها، ماشي تلميها كيما الخبز، قطعيها ها باش ما ديرلكش لا ما تجيش كي تاكلها ما تجيش كي الخبز. ها شوفي ديري لها غير كيها هاك. شوفي انا العبر ما ديتها ليش، دات لي نص العبر عليه باسكو السميد هذا ما يشربش. شوفي ديري لها غير كيما هاك، كي تغدي تدلكي فيها قطعيها ها هاكا شويه، ماشي بزاف ماشي كاع كيما الخبز، مي شويه يعطيها الماء الكف هاكا وتلميها. غير قلت لك للمبتدئات لازم يخلطوا في ريسيبيون كل شويه، ومن بعد كي تشوفيها ولات كي العجينه كيما هاكا اما وخريها، حطيها ها نقسمها على زوج وخريها، ديريها في قصعه ولا طابله كيما هاك كيما ناخذو في الطابله تساعدني كيما هاكا. لمها يعني ديروا لها كيما هكا باش تلايم كيما هاك، يعني خصوصا المبتدئات نس وري هكا. ونتمنى الاخوات يدعموني بالجيم باش القناه تطلع ويوصلكم يعني كل جديد. انا اي حاجه نديرها كيما هذه راه نديرها لولادي القهوه تاع العشيه وتنشارك الاخوات فيها، كاين اللي تبغي ديرها وماش عارفه لها نعطيكم يعني لبحانه كيما هكا، خصوصا كما قلت لكم المبتدئات. راح هادو نغطيهم ونخليهم واحد شويه من 5 دقائق ولا ونعاود نرجع لهم ونشكلهم بالماء تاع الغرس. كما كتشوفي كيما هكا يعني نعتذر على التصوير ساعه هاي وينا بعد اللي حليتها، هاي وينا حليت وحده، هاي وينا درتها فوق البافي باش نقدر نديرها فوق الثانيه، وهذه اللي حليتها حليت الغرس نتاعي ثاني ها وينا أو الغرس. شوفي حليته وراح نديره هنا مباشرة، نديره فوق الخبزة نتاعي كما كتشوفي، حليه وحده في صاشي صافي ساعفني ها شوفي، حليه في صاشي باش يساعفك كما كتشوفي هاك هاكا. لازم ديري العبر تاع الخبزه نتاعك كما كتشوفي، يعني هذه الخبزه الاولى حليها فوق الطابله، الخبزه الثانيه حليها فوق فوق البابي كيما هكا كما كتشوفي ها هنا ورايحه، راح نجيبه كيما هكا ثاني فوق خوتها هاك. يعني البابي هذا كويسون مليح يساعد هاك كيما كتشوفي، ونمشيها قالا كانت جهه خارجه شويه وما عليهاش باسكو راح نزيدو نمشو عليها، نمشوها بالرولو يعني بالحلال كما كتشوفي كيما ها هاك، ما تضغطيش بزاف ما يمشي غير بالسياسه باش ما تجيناش الطروفه تاعنا ما يجوناش خشان، يعني كي نقعدو نقطعو يجينا كاع مستوى واحد ها شوفي غير بلاتي. نعطيكم كاع الناس ما كانتش تعرف يعني مع الوقت تبدا تتعلم هاك، هي ما تجي خشينه ما تجي رقيقه، مشيها كيما هاكا ها كتشوفي كيما هاكا عيونا جات مستويه. دائما استعملي في الغرس استعملي الساشي وديري وحده لتحت وحده لفوق بيناتهم الغرس، الغرس انا تاعي هذا كان باقي لي من المقروض درته في ساشي وخليته في الفريجيدير، كي بغيت ندير مبرجه جبدته ولا جينا حلي وحده فوق البابي كويسون وواحده حليها فوق الطابله كما كتشوفي كيما هكا. وراح نجيب الخضري ونبدا نقطع فيها كيما هكا، يعني كل واحد وكيفاش يقطع، كاين اللي بغيها مربعات انا نبغيها مربعات، نديرها هكا بسم الله يعني غير وحده وحده والناس تعلم خصوصا المبتدئات، يعني يحطوا بالهم هذا يعني هاد العادات وهذا كيما هكا. انا هذه اللي درتها لولادي كنت نشارك الاخوات فيها، سورتو دروك راه صايب ديال البرد يعني الدراري كيجيو ملي يكون يبغوا ياكلوا كيما كتشوفي، انا ما نغير لها شكلها ما والو، خليها غير كيما هكا شوفي وخريها غير بلاتي هكا بسم الله
هكا ها كما كتشوفي غير هكا. شوفي لازم تجي متوسطه، ما تجي خشينه ما تجي رقيقه، ها كيما هكا. راح نكملهم كاع ونبدا نحطهم في الطاجين. هما هنا كما كتشوفي راني درتهم يطيبوا، ها غادي نقلب فيهم يعني سامي مغرف كيما هكا ولا هكا ها كي شوفي. غادي غير شويه عليهم ها كما كتشوفي، يعني بالسياسه يعني الطاجين يكون حاهي بصح كي تبغي ديرهم يطيبوا نقصي شويه الطاجين. شوفوا هذا الطاجين، يعني نصح الاخوات يشروه، هذا شوفي عملي، انا شريت شحال من طاجين، صدقيني صدقيني هذا يعني ما كاش كيفاه، هذا ما كاش كيفاه، هذا انا قلت لكم شروه يعني وحدة تتلم. انا قلت لكم في المشتريات ما تروحيش تشري هذوك الكماليات وتشري هذوك يعني حوايج يعني كما قالك المصري ما لهاش لازمه. كي تشري نشري حوايج الضروريه كما شفتوني، انا نشري تاع المواد الغذائيه ونشري حوايج كيما البيض كيما هذوك الصوالح نشريهم، والكماليات هذا الطون هذا الصوالح الاخرين الخفاف هذو يعني خليهم لوقتهم. ولمي يعني والدراهم هذيك اللي تبقى لك، مره تبقى لك 100 مره تبقى لك 50 مره تبقى لك كل مره كيف تبقى لك، لمي وشري. هذا صدقوني هذا اروع طاجين يعني صناعه ايطاليه، بس يدير 450 يعني بالتوصيل كيجيبوا لكم 450. يعني انا ماشي ندير في اشهار ولا انا ما عنديش اي تعامل مع اي حد، مع قناتي صغيره يعني غير بغيت نصح الاخوات تشرو منه. يعني كاين واحد الشل المركز تما في العاصمه يوصل لك حتى لهنايا هذا المشتريات 450. شوفي تقولي داك 450 كامل شي دراهم كي تشوفي الطاجين كيما هذا. ها هو هنا شوفي تخلي ما يطيبوا غير بلاتي هكا وتقلبيهم، ودوك كي نطيبهم كاع نوريهم لكم. وهاي ولا البرجن تاعي من بعد اللي طابت كيما كتشوفي فيها كيما هكا. هاي وينا شوفي تجي شابه، تجي دوك تشوفي القوام تاعها كي تجي دايره، ها شوفي كي تجي دايره تجي كروسيون، ها شوفي سورتو يعني الاخوات اللي يبغوا الغرس، الغرس يعني هذه يعني متاكده بلي تعجبهم، يعني مع فنجان تاع قهوه ولا خصوصا القهوه يتشرب مع القهوه. هاي كما كتشوفي فيها هاي وينها، يعني اي مبتدئه تقدر ديرها، المهم يعني كي تتبع الخطوات كيما رانا نوريهم حنايا انا ولا اي قناه يتبعوا ويشوفوا. يعني مليحه القهوه حتى لو كنت ديريها العشيه كيما نضربك، مي دارتها لولادي العشيه كي تبقى الصباح صدقيني تبقى كيما هي، يعني اولي باش تخرجي ولادك الصباح في داك البرد يشرب خبز تلقاها كيما هي، عطيهم يتقهوا بها. ونتمنى الطريقه هذه نتاعي تعجبكم، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.